طيبة مشاهدينا الكرام. هكذا كانت البداية. قناة العدالة والتنمية بجد تي في أول قناة إلكترونية حزبية بالمغرب. وفق رؤية واضحة وبطاقم شاب واعد، نحمل رسالة إعلامية نبيلة. لتحصين المكتسبات وتثمين الإنجازات، لكن نبرز الإكراهات أيضا. في 100% 3-2-1. نشرة إخبارية يومية بمقاربة إبداعية الصدقية عمادها الأبرز. برامج سياسية، لقاءات وحوارات عن قرب، إشراك للمواطن في تدبير شأنه المحلي. حديث الساعة، برنامج أسبوعي يعالج قضايا الساعة. عين على البرلمان، نافذتكم الأسبوعية عن كيفية اشتغال المؤسسة التشريعية. بجد تي في، إعلام المواطنة والمهنية